لذلك حينما نطرح السؤال لماذا يتقدم مواطن عربي في الخارج ولا يتقدم داخل مجتمعاتنا العربية، السؤال المواطن هو هو، ولكن الإنكوبيتر أو الحضانة التي يعيش فيها هي التي تخلق له مجال الخيال والإبداع وتحقق له كل الملكات المقيدة التي يمكن أن يعاني منها حينما يكون في أوطاننا العربي. أحد النماذج التي أثبتت قدرة الأخذ بأسباب العلم وأنها قادرة من خلال العمل الدؤوب والجاد أن تطرق الأبواب وتدخل فيها لأوسع المجالات، ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور فاروق الباز، مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن. أهلا بحضرتك دكتور فاروق. دكتور فاروق يزور المنطقة هذه الأيام، هو أيضا حصل مؤخرا على مجموعة من الرسائل الشهادات التي حصل عليها دكتوراه فخرية من جامعة المنصورة، تكريم كثير للدكتور فاروق، ولكن أيضا من ضمن اهتماماته ليس فقط ما يحدث في الفضاء ولكن قبل أي شيء ما يحدث على الأرض، وهو صاحب محاولات لإطلاق شعلة التفكير العلمي في عالمنا العربي، وانطلق من نقطة أيضا فكرة الإصلاح التعليمي والإصلاح العلمي. الإصلاح العلمي هو بداية من البدايات التي لم نطرقها بعد في فكرة الإصلاح الشامل الذي يتم الحديث عنه. وحينما نرى هؤلاء يصعدون إلى المريخ أو يحاولون استكشاف القمر، نطرح السؤال لماذا يصرف هؤلاء البلهاء كل هذه الأموال في فهم ماذا يحدث ما هو فوق الأرض؟ بالتأكيد هناك إجابة وإجابة علمية، ولكن محدودية الخيال وعدم القدرة على التفكير هي التي لا تجعلنا نفكر بشكل سليم. إصلاح العقل، إصلاح العقل العلمي، إصلاح العلمي إلى العقل العربي، مفاتيح كثيرة جدا نحاول أن نخوض فيها مع ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة. قبل أن نبدأ الحوار، الزميلة سارة حازم تقدم لنا حصاد اليوم الإخباري. وزير الخارجية المصري أحمد ماهر يؤكد أن الاجتماع الذي سيعقد غدا بشرم الشيخ والذي يضم كل من مصر والسعودية والبحرين وسوريا ليس بديلا عن القمة التي تتواصل الاتصالات بين القادة العرب للتشاور بشأن عقدها. وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أعرب عن أمله في استجابة عربية شاملة لعقد القمة في القاهرة بدلا من قمة تونس التي أرجئت. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماعه بالرئيس المصري حسني مبارك. الأراضي المحتلة تشهد مظاهرات عشرات الآلاف من الفلسطينيين احتفالا بالذكرى 28 ليوم الأرض، فيما يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون خطته للانسحاب من قطاع غزة للاقتراع في حزب الليكود. في العراق انفجرت عبوة ناسفة بمدينة الفلوجة مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين. وفي لندن اعتقلت الشرطة البريطانية 8 بريطانيين يشتبه في ارتباطهم بجماعات إرهابية. وأخيرا أعلن البيت الأبيض أن مستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس ستدلي بشهادتها علنا أمام لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر بعد أن كانت رايس ترفض ذلك. سارة حازم لبرنامج على الهواء قناة الصفوة. الدكتور فاروق الباز ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة، له رحلة طويلة بدأت من ميلاده في أسرة بسيطة في قرية توخ من إحدى قرى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ولد عام 1938 وحصل على شهادة البكالوريا كيمياء جيولوجيا في عام 58 ونال البكالوريوس كيمياء جيولوجيا عام 58، ثم نال شهادة الماجستير في الجيولوجيا عام 61 من معهد علم المعادن بمنزوري الأمريكية، وحصل على عضوية فخرية في الجمعيات الهامة اللي هي سيجما اكس اي تقدير لجهوده في رسالة الماجستير، ونال شهادة الدكتوراه في 64 وتخصص في التكنولوجيا الاقتصادية. الدكتوراه دكتور سنة 64، هو طبعا لسه شباب لكن دكتوراه سنة 64، وهو بيشغل منصب مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، من قبل ذلك نائبا للرئيس للعلم والتكنولوجيا في مؤسسة ايتك لأجهزة التصوير بمدينة كلينغستون ولاية ماساتشوستس. ومن عام 73 لعام 82 في نفس المؤسسة، وهو أيضا كمان في معهد سميثسونيان بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة، وعمل مستشارا علميا للرئيس السادات من
78 ل 81، مناصب كثيرة جدا واهتمامات كثيرة جدا للدكتور. هو يزور مصر هذه الأيام. زميلنا أيمن العوضي قام بمتابعة رحلته لمصر مع هذا التقرير للزميل أيمن العوضي. بتسليم عائلين ولكريم الأستاذ الدكتور فاروق الماس ضائع للدكتوراه التحية. أسباب كثيرة دفعت جامعة المنصورة لمنح الدكتوراه الفخرية للعالم المصري الدكتور فاروق الباز ابن الدقهلية المتخرج من قسم الكيمياء والجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس عام 58، ليبدأ بعدها رحلة علمية مضيئة قادته من موقع المعيد بقسم الجيولوجيا جامعة أسيوط إلى مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. الدكتور فاروق الباز عالم في مجال الجيولوجيا له اسم عالمي على مستوى العالم ككل، كما ذكر في السيرة الذاتية له هناك العديد من الإنجازات، بدءا من مساهمته في برنامج أبولو لريادة الفضاء، وكيف أنه كان رئيسا لفريق البحث الجيولوجي الذي مكن من إنجاح رحلة أول إنسان ليهبط على القمر. حصول العالم فاروق الباز على الدكتوراه الفخرية من جامعة المنصورة يعد المرة الثالثة التي تمنح فيها الجامعة هذا التكريم، حيث منحت لكل من الشيخ محمد متولي الشعراوي والكاتب أنيس منصور وهما من أبناء الدقهلية ومدينة المنصورة، تلك المدينة التي أهدتنا الكثير من نجوم الفن والأدب وكبار العلماء وفي طليعتهم العالم فاروق الباز. هو رجل متواضع، وأنا أعتقد أن من ضمن صفات العلماء التواضع. ليه بقى؟ لأن العالم بيحس أن اللي يعرفه بالقياس للي ما يعرفوش كتير جدا، ولذلك المعلومات اللي عنده قليلة، فبيتواضع أمام العلم اللي ملوش أول ولا آخر. مشوار علمي طويل المسافات والسنوات قطعه عالمنا من قريته طوخ الأقلام بمحافظة الدقهلية إلى أرقى المعاهد العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم. وبرغم سنوات الغربة الطويلة هذه إلا أن وطنه الأم لم يغادره يوما أبدا. أيمن العوضي لبرنامج على الهواء قناة الصفوة من داخل جامعة المنصورة. دكتورنا، شعورك إيه أنت موجود في مسقط رأسك في وطنك مصر، يتم تكريمك في المنصورة هذه المحافظة والمدينة الجميلة التي تعشقها؟ إيه بتكون المشاعر الإنسانية بعيدا عن العلم والتفكير والخيال والإبداع؟ والله في الحقيقة كانت شعور جميل جدا، لأنه لعدة أشياء. يعني أولا ده تكريم من أهل بلدي، من المكان اللي أنا جاي منه وعيلتي كلها منه، وما زالت الجزء الكبير جدا من العيلة في البلد وفي الفلاحين، وجزء كبير منهم هناك، وجاء منهم ناس عشان يشوفونا ويسلموا علي هناك. وإضافة على أنه دي تكريم من مجموعة علمية، دول ناس اللي عملوا الترشيح واللي اتكلموا الكلام ده كله، واللي عملوا الترشيح والانتخاب عشان يدوني التكريم ده بالدكتوراه الفخرية، دول علماء يعني زملائي. والتكريم من الزملاء، يعني اللي هم فاهمين اللي انت بتعمله ايه، ده احسن تكريم في الدنيا، لانه من ناس متخصصين وزملائك وعارفين مين اللي بيشتغل وبيشتغل فين وبيشتغل ايه. مش انك راجل بتلم طوب من على القمر او المريخ. ما ده مش عارفين يعني ايه كيمياء ويعني ايه جيولوجيا ومين اللي بيشتغل فيها كويس ومين اللي بيقول اي كلام. فده تكريم بالحقيقه بما انه في من في بلدي وبعدين من العلماء اللي هم زمايلي، ده تكريم عظيم جدا ويشرفني للغايه. دكتور، هل بتحس لما بتكون موجود في العالم العربي بشكل عام وانت موجود معظم الوقت في امريكا او في اوروبا او في منتديات علميه، ان في تو وورلدز بتتكلم على عالمين، ام تشعر بانه الهوى بتضيق؟ يعني بتشعر انك انت ممكن الكلام اللي بتقوله هناك ممكن يكون بيتسمع هنا وبيتفهم؟ يعني لا، ما فيش شك انه في هو وفي تحسن. في هو لان احنا بقالنا يعني 50 سنة مبتعدين شويه عن المفروض اللي احنا كنا نمشي فيه. يعني في التاخر في نظري في العالم العربي دي المسافه. ده بقى عندنا 50 سنة. لا 50 بس. 50 سنة. 50 سنة بس. وفي نفس بس الوقت. بس يعني ما تفتكرش انك بتخفف علينا الصدمه. 50 سنه دي كتير يا دكتور. نصف قرن. نصف قرن. نصف قرن. نصف قرن. لا نصف قرن تبقى اقل من 50 سنة. في نفس الوقت
الحقيقة في حاجات بتحصل الواحد بيشوفها ويلاقي فيها حاجة كويسة، معنى ذلك أنه مع السلبيات كلها في بعض الإيجابيات، وإحنا لابد أن احنا نقول إيه السلبيات، ولازم نقول كده أن احنا خربانين وخسرنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا، وعشان نصلح عشان نعمل إصلاح نعمل كذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت نقول أيوه بس في إشارات تدل على أن احنا قادرين، وهي دي الحاجات اللي هي الكويسة اللي نحصل فيها. يعني أنا مثلا ما كنت في جامعة المنصورة وشفت اللي عملهم عندهم هناك، ليه كلية الطب هناك تباهي الكليات الطبية في الجامعة البوسطن ولا جامعة هارفارد هناك، حاجة عظيمة جدا. المعاهد بتاعت التخصصية هناك ممتازة للغاية، بدأوا دلوقتي الكلية للتمريض ممتازة للغاية، معنى ذلك أن الواحد بيشوف حاجات يشعر أنه في يعني الأمل موجود. لا نفقد الأمل، لازم نقول إيه السلبيات بس لازم نقول ايه الايجابيات، لان في ايجابيات وممكن ان احنا يعني نمشي في الطريق ده ونصلح حاجات كتير. طب بلاحظ دائما العلماء يعني اللي تشرفت باستضافتهم انه ما بيركز على قضيه التسييس الامور بقدر ما بيركز على الجانب العملي العلمي في الامور، يعني بيركز على مشروع، يعني ما يقعدش يتكلم في النظام كله، ما بيقعدش يتكلم في الأسس التاريخية للمسائل، ما بيقعدش يضيع الموضوع في تنظيرات، هو بيتكلم في كل ما الأمور تبقى محددة أنه مشروع محدد إزاي يقدر يجمع له الأموال والوسائل العلمية وينجحه ويحطه في حضانة سليمة جدا، فيكون مثلا مشروع محدد فيما يختص مثلا بالفضاء، فيما يختص باكتشاف وسائل السيطرة على فيروس زي اللي بيعمله الدكتور زويل، زي اللي بيحاول أنه هو يشوف أسلوب جديد في الجراحة، ميثود جديد، المهم أنه هو بيحاول يعزل كل العناصر الأخرى المشتتة لهذا المشروع ويركز في إنجاح مشروع، فكرة بايلوت يكون ناجح. بينما إحنا كلنا المهتمين بشؤون السياسة وكده بنناقش العالم، مش ملاحظ إنه يعني ليه العالم بيركز وإحنا بنتكلم في كل حاجة؟ الحقيقة الناس اللي في العالم اللي هم العلماء دول اللي بيركزوا، لأنك أنت ممكن تعمل الحصر ده، تعمل لنفسك جزيرة وتنجح الشغل بتاع الجزيرة دي، زي الهند ما عملت. الهند عملت نفس الكلام ده، بس الهند كان ماشية في الخطين، خط بتاع السياسة العامة زيك كده وتقول الخيبة الكبيرة ونصلحها ازاي وفي سياسة وازاي ونعمل كده وده والتعليم ولا كذا ولا كذا وده، انتوا يعني ماشيين في الطريقة دي، بس كان ماشيين في طريق تاني خالص، يقول ايه أنا عايز أعمل تكنولوجيا متقدمة للغاية. إيه التكنولوجيا المتقدمة للغاية النهاردة؟ ده من 15 سنة الكلام ده، أو من 20 سنة، لا أنا آسف، من 30 سنة كانت التكنولوجيا الفضاء. طيب نقدر نعمل جزر لتكنولوجيا الفضاء عشان يوصلنا بعد 15 سنة أن إحنا نقدر نعمل خمس صناعي ونبعته للفضاء، ده قولت سنة 72 عشان يعملوا الحكاية دي. ممكن حد يجي يقول لك اللي يخلي دولة فيها مشكلة فقر، فيها ملايين من الشحاتين، فيها فيروسات، فيها مناطق مجاعات، نفس الكلام بيتقال حتى على الصين، صح. تركز في قنبلة نووية، في صاروخ، في الصعود لفضاء، في برامج برمجيات، الصين دلوقتي من أكبر الدول المصدرة للبرمجيات، هل ده مش شيء متناقض؟ يقولك بدل ما يعملوا كده ما يوكلوا الناس بتوعهم الأول، هل ده محاولة للقفز على هوة التخلف بأن هو يتقدم، ولا هم واخدين طريق غلط؟ لا، واخدين الطريق الصح تمام. ازاي بقى عندك دكتور؟ عايز اشرح للنقطه دي بالتفصيل. اشرح لك النقطه يعني تكون دوله عندها مشاكل تخلف بلاوي ازاي تقفز وتخش في برامج مع الصف الاول، مع دول الصف الاول؟ ايوه انا عندي بلاوي، مش بس في الهند كان مشاكلها زفت. اول حاجه انهم كان عندهم كل سنه مجاعات، يعني مش عارف ياكل الناس بتوعه، وكلهم امراض، يعني كل الهنود كان عندهم مرضى، وخيبتهم كبيرة لا في التعليم ولا كذا وكذا كذا. يبقى أنا عايز أعمل حاجة أغير من الجذور، فأنا قالوا إيه؟ إن إحنا عايزين نأكل نفسنا من خلال 15 إلى 20 سنة. طيب وأنا عايز أعمل كذا وأعمل كذا وأصلح التعليم بتاعي كذا كذا، لكن في نفس الوقت عايز أنا أعمل حاجة جديدة خالص تغير المنظور بتاع الهند بتاعنا شكله إيه. فأنا عايز أعمل مشروع فضائي، أنا هند وخربانين بس أنا هعمل راسي برأس أمريكا. لو أنا عملت قمر، لو أنا عملت صاروخ يطلع لي سفينة في الفضاء واخد صور، واخد صور ايه؟ هاخد صور الهند يا سيد. طيب تقول له تعملها ازاي؟ تحصرف عليها ازاي وملين؟ يقول له لا، انا هجيب البؤر الصغيرة اللي بكلمك عليها دي، الجزر، هعمل مدرسة للتكنولوجيا ومدرسة للبرمجيات ومدرسة لكذا ومدرسة لكذا. شوف عملوا الحتة في بنجلور في الجنوب، وبعدين احمد اباد،
وحيدر أباد عملوا 3-4 مراكز في في الهند كلها عشان يعملوا الحاجات دي متطوره للغايه. كنت تروح تشوف الاماكن دي كانك في احسن حته في امريكا، نظيفه جدا، الناس بتاعها شوارتس خالص، والكمبيوترز بتاعتها هايله خالص، والشغل بتاعهم عظمه. وصلوا الى ما يصل اليه. تيجي بقى تقول ايه مشروع الفضاء الهندي ده عمل لهم ايه يعني؟ ما كانوا يقدروا يسيروا الصور يا سيدي. هم كانوا عايزين يعملوا جرد لكل الاراضي اللي صالحه للزراعه، وبعدين يعني على دايره على ما يدور يبشروها عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل، الزراعه اللي هنا بتحصل ايه، وده بيطلع قد ايه، وده بيعمل قد ايه، على دايره على ما يدور. لما يبقى عنده القمر الصناعي بتاعه يقدر يشغله لمزاجه في اي وقت عايزه في اي حته في الهند. وهم عملوا ده، عرفوا الارض بتاعتهم فين، والحتت اللي ممكن تصرعها فين، الميه المطر اللي بينزل بيتجمع فين، وبيعمل كذا. المعلومات دي كلها نفسها ساعدتهم انهم يزرعوا الاراضي الصح في الوقت الصح، لان عندهم اللي بيجي لهم المعلومات المناخيه والمعلومات بتاع المطر، لحد ما عرفوا ياكلوا نفسهم 15 سنه بس خدوها. دلوقتي الهند ما فيهاش مجاعات. تيجي تقول انت بقى ايه الناتج من الحكايه دي؟ ان انا عندي في الهند النهارده ناس اللي بتعمل برمجيات الكمبيوتر. انا النهارده في شركه بتطلع برمجيات الكمبيوتر بتشغل ناس بالشركات في امريكا وكندا، بتاخد 7.6 بليون في السنه برمجيات كمبيوتر. مايكروسوفت نقلت جزء كبير جدا من الابحاث بتاعتها وبرمجياتها في الهند. ليه؟ عشان عندها ناس زي الامريكان واحسن وارخص بربع الثمن. بربع الثمن. يبقى انا عندي ناس عملت كذا عملت كذا، معناها ايه؟ ان انا شجعت البتاع دي. تلاقي بقى لما الولاد عرفت الحكايه دي كلهم نازلين يتعلموا برمجيات، وده بيتعلم الثاني وده بيتعلم الثالث، لقوا ان في ناس كتير قوي في التكنولوجيا المعلومات ما بيشتغلوش في البرمجيات دي، فلقوا يلاقوا لهم شغله ثانيه. لهم شغله ثانيه ايه؟ بالشركات مثلا التامين بتاع امريكا يقول لك بدل ما نعمل نجيب ناس هنا يردوا على الناس بتاعنا، خلي هم يكلموا عيال في الهند والناس في الهند دي هم اللي ترد عليهم، احنا نقول لهم ايه القصه، لان بياخدوا فلوس اقل. فدلوقتي الشغل بتاعك انت عارف الورق بتاع اللي الناس الامريكان بتدفعوا الضرايب دلوقتي هيروح الهند يتصلح هناك ويرجع على امريكا عشان بنص الفلوس. يعني الحكومه الامريكيه هتشغل ولاد هنود هم اللي يصلحوا الضرايب بتاع الورق الضرايب بتاع امريكا عشان يعمل كده. ليه؟ المحاسبين هناك اكفاء وبنص التمن. اهو ده الكلام. وعملتها كده انت انا حصل ده امتى؟ لما بقى عندي ناس في تكنولوجيا المعلومات زي الرز وناس هايلين بيتكلموا انجليزي كويس قوي وبيشتغلوا تمام التمام. اذا هم حولوا حالة الزيادة البشرية عندهم من عبء إلى أسد إلى ثروة يستطيع أن هم يعملوا كابيتاليزيشن أو يجنوا ثمار تماما. إضافة على ذلك هم إدوا الولاد الهنود الشباب بتوعهم البنات والولاد الصغيرين اللي في الجامعات وكذا دعم رهيب. ده أنا زي أي حد في الدنيا. ده ما أنا إحنا الولاد الهنود يقولوا إيه؟ إحنا بنعمل أحسن من مايكروسوفت. وهم يقولنا ليه؟ ده إحنا أحسن منهم. ممتاز. اسمح لي بعد الاستراحة الإعلانية نواصل الحوار على الهواء مباشرة. شركة وكيلات الجزيرة للسيارات، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات فورد ولينكن بالمملكة. رقاق فتنس من نسلي، يا ترى لماذا أصر عليه؟ لأنه وجبة إفطار خفيفة والقليلة السعرات،
فهو محضر من الذرة والأرز وحبوب القمح الكاملة، وهكذا أستمتع بغذاء شهي وغني بالفيتامينات والمعادن المغذية. فتنس من نسلي، رشاقة دائمة. شايفي بشرتي؟ صارت نقية 100%، والفضل لبيورزون. بيورزون الجديد، أول برنامج كامل لتنقية البشرة بثلاث خطوات من لوريال. بشرة دهنية؟ أكيد لا، مسامات مسدودة، باي باي، شوائب، قضيت عليهم. بيورزون ينقي بعمق، يشد المسام ويمنع الإفرازات الدهنية. السر في بيورزون إنه بنقي بشرتك على طول. شوفي بشرتي نقية ورح تضل هيك. بيورزون الجديد من لوريال باريس، لأنك تستحقيه. بعد أن متعت أسماع الملايين وكانت السباقة في ابتكار الأنظمة الصوتية، ها هي بايونير تمهد الطريق لمستقبل التقنية المرئية كي تريك العالم بأروع صوره. بيور فيجن من بايونير، رؤية متفوقة تعيشها بكل أحاسيسك. حظي الدكتور فاروق الباز في جامعة المنصورة باحتفالية رائعة تقدم الحضور فيها الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، حيث تضمنت كلمات المتحدثين إشادة وإشارة إلى الإنجاز العلمي للمحتفى به كعشرات الأبحاث التي نشرها في دوريات عالمية وعضويته ومساهمته في عدد كبير من أكاديميات ومراكز العلوم في دول العالم المختلفة. في بداية حياة الدكتور الباز لم يحالفه التوفيق في الالتحاق بكلية الطب ليصبح هذا الشاب المصري الذي التحق بقسم الجيولوجيا والكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس نواة لأحد أبرز علماء الجيولوجيا في العالم. وإلى جانب روح التواضع والمرح والبساطة التي تطبع شخصية العالم فاروق الباز، فإنه يحمل بين دقات قلبه ومضات عقله حلما كبيرا في أن يرى الصحراء الغربية المصرية وقد تحولت من رمال صفراء إلى واحات خضراء ومجتمعات بشرية متكاملة بمعونة من علم الجيولوجيا والفلك. هو شيء عظيم جدا أن الدكتور يجي يكرم عندنا في جامعة المنصورة، ده بصراحة بيدينا دفعة قوية جدا. والله في الحقيقة يعني هو ما وصلش كده يعني بالسهل، لازم يجتهد الأول ولازم يعني يتعب عشان يوصل للي هو وصل له، وبعدين احنا بناخده قدوة حسب لنا يعني مثال اعلى. هو يعني بيعرف العالم ان العرب في منهم ناس كتير يعني قادرين ان هم يوصلوا للتقدم وقادرين ان هم يعني يشرفونا ويعرفوا العالم ان هم مش امريكا بس او اي دولة تانية هي الغرب بس هو المتقدم، لا وعندنا برضو في مصر وفي الدول العربية كلها في ناس كتير متقدمين وبيقدمونا صورة مشرفة جدا. وسواء عرفه جيدا هؤلاء الشباب أو أنهم سمعوا اسمه مقرونا بالتبجيل والاحترام، فإن فاروق الباز يظل هذا العاشق للصحراء يحلم بعلمه أن يفض أسرارها وينطق مكنونها. من داخل جامعة المنصورة، أيمن العوضي لبرنامج على الهواء قناة الصفوة. دكتور شعورك إيه أن تلاقي كل الشباب دول مش متجمعين حوالين لاعب كرة أو فنان ممثل أو مطرب ولكن أمام عالم؟ في الحقيقة دي كانت أحسن حاجة في الحكاية دي كلها. يعني ده بسطني أكتر من احترام الجامعة. ليه؟ لأنه ده يعني من يعني لو أنا أحسن حاجة عملتها في الدنيا إن أنا سيب الفكرة دي في مخ شوية من الشباب المصري إن إحنا قادرين، ولو تعثرنا نمشي في الطريق، ولو حصل إن إحنا معرفناش نوصل للمكان اللي إحنا عايزينه نثابر، ولازم الواحد يعلم نفسه. وانا قلت لهم في المحاضره صغيره كده دخلت علمتهم، فقالوا لي عايزين نقول لك اهم حاجه في حياتك يا دكتور والحاجات اللي الجوائز اللي انت حصلت عليها. قلت مش عايز اقول لكم على جوائز، انا عايز اقول لكم على كلمه واحده. الحاجه اللي خلتني ان انا اوصل ان انا ثابرت لما يحصل لي مشكله وانا عارف ان انا ماشي في الخط السليم همشي فيها الى الابد لحد ما اوصل لها على الصح، لان انا شاعر انها صح وان انا اقدر اوصل لها. خلاص اعمل، لو كل واحد فيكم يعمل كده خلاص يبقى عندنا عدل. فبسط وهيز وعاد يسقف. طب لما نيجي نقول العقل العلمي، ايه اللي بيميز العقل العلمي عن العقل الغير علمي؟
العقل العلمي بينظر في خصائص الأمور ويحاول يفسرها ويعرف سببها إيه، وبعدين يراجع نفسه، لأن العلم مش كله صح. يعني الواحد يقدر يقول حاجة وتطلع غلط خالص وبعدين يصلح. يعني شاور عقله كده، أنا دلوقتي شفت شوية هنا مية، المية دي جت إزاي؟ كان هنا مطرة ولا حاجة جابتها هنا؟ طب ولما جابتها المطرة يبقى شكلها إيه؟ ولو جاب حاجة تانية جابتها يبقى شكلها إيه؟ ومكان وجودها هنا هيحصل منه إيه؟ وبعدين أراجع نفسي أروح لحتة تانية وبعدين أشوف لا ده كان فيه هنا ماسورة اتكسرت، يعني أنا مش اللي جاي مش جايبها المطرة أو حاجة. فأنا أشوف أشوف حاجة وبعدين أرجع أراجعها وأفسرها الأول، وبعدين أراجع نفسي، وإذا التفسير الثاني كان سليم يبقى أنا ده متفق عليه. فدي لأنها دي يعني اسمها حاجة الوسيلة العلمية، يعني طريقة الفهم أو طريقة العمل العلمي. يبقى العلم ما يعرفش الفكرة المسبقة أو التعصب إطلاقا أو الإصرار على تفكير أحادي، ولكن يعرف العقل التجريبي كلية وتماما. المسيرة العلمية مسيرة تجريبية فقط دون التزام سابق إطلاقا. يعني هو مش داخل عشان يثبت حاجة، هو داخل أساسا علشان يشوف البحث العلمي حيوصله لإيه في النقطة دي. تمام كده. يعني أنت قلت في أول كلمتك أنت في التقديم قلت كلمة صح جدا، إن العلم ليس له انحياز. الانحياز ده بيجي لما يبقى عندك حاجة مسبقة، إنما اللي بقاش عندك مسبق إطلاقا يبقى أنت مش منحاز، ده في الصح كده ولا الصح ده. نشوف إيه القصة كده وبعدين نمشي نمشي مع اللي هي اللي لقيناها. يبقى العلم موضوعي مش شخصاني، مش شخصي كلية وتماما. أوبجكتيف مش سبجكتيف، كلية وتماما. يبقى هنا دايما بتلاقي العقل العلمي أو العلماء مش بالضرورة بيكونوا متفقين مع السياسة. تمام. لأن السياسي عنده فكرة مسبقة أو رسالة معينة يريد أن يطوع كل شيء في الكون لتطبيقه، بينما العالم يريد أن يصل إلى ما يعتبره النتيجة العلمية أو النظرية العلمية أو التطبيق العملي اللي هو العلم بيوصله إليه، وهو الطريقة الأصح. يعني وهو الطريقة الأصح، لأن رئيس الدولة يمكن يقول عايزين نعمل كده، والتاني يقول له تعال نعمل كده ليه، وبعدين طريق السياسي يمكن يقول له نعمل كده بالشكل ده، هنعمل كده بالشكل ده، يقول له لا ما تستنى ما نشوف، إذا كنا حتى عايزين نعمل كده يبقى نعملها بأنهي طريقة، والطريقة دي اللي عملناها كده يحصل 1 2 3 4، اللي عملناها بالطريقة دي يحصل 1 2، واللي عملناها بالطريقة دي يحصل 1 3، يبقى أحسن واحدة دي، واللي هنجربها ونجربها ونشوف. هذا الفكر العلمي لازم يمشي كده. لا يستغيث العالم انك تقول له ان احنا هنعمل كده لان احنا في الاخر هنوصل لكده، يقول لك مش عارف، ما احنا هنعمل ناخد خطوه نشوف ايه اللي حصل، نخطط ونمشي بلد، لما حصل طلع كده صح نمشي وراه، لو طلع غلط نغير. حضرتك لما بتسمع الحديث عن افكار الاصلاح، يعني الناس يتكلموا عن الاصلاح، لكن ما تسمعش مثلا حد وهو بيتكلم عن الاصلاح بيقول طب هو ميزانيه البحث والتطوير research and development أو البحث العلمي في الدول دي قد إيه؟ يعني محدش بيسترعي فكرة أنه يتم حديث عن إصلاح، لكن ما بتوقفش أمام فكرة مدى هزالة البحث العلمي في الدول الغير متقدمة. تمام. ما بتقولش طب يا جماعة أنتم مش شايفين الخلل فين؟ أنت بتتكلم على إصلاح وبعدين لا تتحدث عن إصلاح العقل، ما بتربطش ده بإصلاح العقل، وما بتربطش إصلاح العقل بإصلاح التعليم، وما بتسلبش إصلاح التعليم بالإصلاح العلمي، وما بتربطش الإصلاح العلمي بالبحث والتطوير. تمام. ما بتشوفش يعني إزاي بتشوف العلاقات بين الأشياء يا دكتور في النقطة دي؟ هنا ما بكلمكش سياسة، أنا بكلمك منطق. صح. وأنا هكلمك حتى سياسة. ليه؟ لأنه الوضع في البلد في العالم العربي كله من أوله لآخره شاملا مصر وكل حاجة عند فيه هنا خلل عام في الفكر أساسا، لأنه إذا إن إحنا ماشيين الحكومة بتعمل كده والشعب بيعمل كده وده ماشي وإحنا ماشيين في الطريق ده ومش عارفين إحنا واصلين لفيه، لأن إحنا ماشيين بكل يوم بنلاقي مشاكل ونحلها ونمشي، مفيش فكر مسبق على أنا السكة اللي أنا ماشي فيها دي هتوصلني لفين، التعليم اللي عندي ده هيوصلني لفين، البحث اللي عندي دي لما الناس اللي عندي دي هيعملوا لي ايه، ده هيعمل كذا. وانا لما لو شفت الكلام ده كله مفيش حد في الدنيا يبقى ماشي صح في كل حاجه اطلاقا. فانا لازم لما بصيت على الاشياء دي يبقى فورا هعرف الخلل فين وابتدي اوازن الخلل في كل حته. دي الكلمه السياسيه اللي كنت عايز اقولها الاول، يعني على السياسه في الاطار العام. في الاطار الصحيح انا ما اقدرش اعمل انا اصلاح في كل شيء مع بعض. انت لازم الواحد يختار، انا هقول ايوه انا عندي مشكله
وعندنا خيبة لازم نصلحها ولازم نمشي في طريق آخر عشان نصلح الخيبة دي ونخرج من المأزق. أنا أخذ من عندي شوية حاجات أقول فين القصة كلها، نعمل أولويات بتاعتنا إيه، وأنا أخذ كم حاجة كده أعمل بيهم حاجة كويسة. إذا كان البحث العلمي جزء من هذه الأشياء يبقى أنا نرى أن الخلل الكبير جدا في البحث العلمي هو نقص في ميزانيات الأبحاث بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى. وبعدين الرؤية ممكن يكون عك مليارات لكن أنت مش عارف توظفها صح أو في أي مجال صح حسب احتياجاتك صح. إن في أولويات. بس أنا لو عندي أنا الناس اللي هم العلماء اللي هم مخبوصين في الشغل ده لأن ما فيش خطة وما فيش موازنة وما فيش ميزانيات وقاعدين ساكتين أو غصب عنهم هيشتغلوا اللي يقدروا يعملوا بيه. إنما أنا عندي علماء هايلين مدربين، عندنا هنا في مصر علماء الدنيا مدربين وممتازين ومسيئين، عندنا علماء في كل الدول العرب العالم العربي مدربين ومهيئين إنهم يعملوا طفرة في البحث العلمي، إيديهم متكتفة عشان الميزانيات قليلة والقطاع الخاص ما بيدعمهمش. أنا بقعد أنا مع القطاع الخاص العربي وأقول لهم يا أخوانا حرام، عيب إن إحنا ما نعملش دعم للأبحاث العلمية التطبيقية اللي تفيدكم. يرد علي واحد منهم يقول لي أنا إيه اللي حيفيدني منهم يعني؟ قلت له إحنا في أمريكا لأن هو ما يعرفش مثلا أن البحث الفيمتو سكند اللي واخد عليه الدكتور زويل براءة النوبل هو أيضا هو ممول أساسا من شركات قطاع خاص أمريكي، ما بيتدخلوش في البحث لكن في نهاية الأمر هم بيدوا للبحث ده عشان يستطيع أن هو يساعدهم في التطور وفي الإنتاجية وفي حل مشكلات وفي التسابق في منتجات جديدة أو وسائل جديدة لتفضيل خدمة أفضل أو تقديم سلعة أفضل. تمام كده. وأنا عايز أشرح لهم أقول لهم إيه، إحنا في أمريكا الحكومة الأمريكية لو دفعت دولار للبحث العلمي القطاع الخاص بيدفع دولارين، يعني الضعف على طول الضعف. طيب ويقول لي ولأنه بقول له إيه، لأن القطاع الخاص بيعمل الضعف ده عشان بيطلع منه فايدة. يقول لي الله، طب ما أنت عايزني أدي الناس في العالم العربي ليه؟ أنا كل الحاجات اللي أنا بشتريها بشتريها من بره، اللي هنا هدعمل لي إيه؟ أنا لو عايز أدعم الأبحاث هدفع فلوس لأمريكا. شوف وصل الخيبة لدرجة إيه؟ يروح يدعم بحث في أمريكا. هيقول لي لو عايز تعمل أدعمني، لو عايزني أدعم الأبحاث اللي بتساعدني يعني بتقول لي روح أجيب. يعني مثلا في مصر موجود بحث بيشتغل عليه مجموعة من الأطباء لعمل أنسولين مش بالحقن ولكن يوصل إنه يكون بحبوب، ومجموعة بتشتغل يعني بتبرعات وبفلوس بالعافية، مع إن هذا البحث اللي شغالين فيه ممكن يعمل قفزة عالمية، إنه مريض السكر ممكن ياخد الأسبرين مش بالحقن ولكن بالحبوب مثلا، ويعمل قفزة مش بس طبية عشان نسهل الإنسانية. لا، احنا بنقول للناس بتوع القطاع الخاص دول ده ممكن يعمل قفزة مادية مادية اتس بيزنس. اه طبعا. يعني هو لما يعمل تسجيل لبراءة هذا الاختراع اللي هو ممكن يكون موله صح، يقدر يبقى من أثرى أثرياء، لأن شركات الأدوية في العالم نجحت بالطريقة اللي تبنت أبحاث. أمال إيه؟ يعني هو فايزر وغيره كل الشركات. ما إحنا عايزين القطاع الخاص العربي يفهم الحكاية دي عشان يبدأ هو يمول بعض الأبحاث، نقول لهم مول بس أبحاث تطبيقية التي تفيد الفرع بتاعكم. إلى أي حد دكتور بتلاقي فكرة إنه يمكن أهم ما في المجتمع الأمريكي فكرة إطلاق القدرة على الإبداع والخيال؟ النقطة دي اللي بتلاقيها من أول ما بيكون للطفل إلى ما بتراه في التلفزيون إلى ما بتراه في السينما إلى المراكز البحث العلمي، يعني أنه لا حدود للإبداع والخيال، ما فيش سقف. ما فيش شك، ما فيش شك أنه في سقف. ده بيجي في الحقيقة من البداية من التربية في البيت. إن لما تلاقي في البيت العربي واحد يقول فيسأل الولد يقول له كذا يقول له بلاش هوس، ولا أنه هيقعد يكلمه يقول له بلاش تخريف، بلاش تخريف، بلا هوس، يعني يعني بطل. يعني يقول له بطل ده، معايا فعلا ده مش هيسكت ومش عارف يعمل ايه، ويقول ما فكرش كده انا تاني بقى ولا ايه. لما انت تبقى في الغرب لما واحد يقول كذا يضحكوا له يقول له طب ما نجيب لك فيلم تتفرج عليه تقول عليه كذا، ويقول لهم لا انا عايز الكتاب يكون فيه مش عارف كذا، ياخد ويدي يدي له فرصه ان هو يكمل في الحكايه دي، يروح المدرسه يعمل نفس الكلام. انا اكتر حاجه بتجيلي منها طلبات عشان اروح اكلم ناس من المدارس السنوات الأولى في التدريس في أمريكا. أكتر ناس تطلبني عشان أروح أكلم هم العيال من 3 سنين ل 8 سنين. فأنت بتبتدي تشرح لهم إحنا ليه صعدنا للقمر. أهو كده.
وبعدين يسالوني هم بقى والناس بتشرب من الميه هناك في القمر ازاي، بيروح الكابينيه في القمر ازاي، في هو في سفينه الفضاء بيعمل كده ازاي، طب جبنا هناك البتاعه دي ازاي، اللي كذا ويسالهم، وكل ما تجاوب عليه يسال تاني وعينيهم تبرى كده بقى عارف، انت عارف هو بيبتدي يخيل. ممكن يكون من دول واحد او اثنين او عشرة هم اللي حبنوا الشكل الجديد للمستقبل، وهم يقولوا لي وانا واقف واحد يقول لي انا ممكن اروح القمر، والتاني يقول انا هروح المريخ، ولا واحده بنت تقول انا هسافر على المريخ. يعني ما يكونش في فقره في الاحلام كده، خليك ثري في احلامك، صح، فكر كبير، ثينك بيج، مش كده؟ صح، فكره ثينك بيج صح نفعتك دي يا دكتور في فكره ثينك بيج؟ احنا دايما كنا كده، احنا في العيله بتاعتنا وفي المجتمع بتاعنا واصحابي وكلنا كنا كده، مفيش مفيش حد بيقول لي مننا يعني فاكر ان هو في الحدود في محدوديه للافق بالنسبه له اطلاقا. يعني والا انا ما كنتش يعني الحته بتاعه ان دخولي في مشروع الفضاء ده، يعني في ناس كتير جدا شاملا ذلك على رواد الفضاء كانوا بيعتقدوا ان انا واخد الدكتوراه بتاعتي في علوم الفلك وعلوم الفضاء ودراستي دراسه القمر، وانا اتخرجت من الجامعه معايا الدكتوراه ولم اكن اعرف ولا كلمه عن القمر اطلاقا، لا على صخور ولا على تدريس ولا عمري شفت صوره القمر اطلاقا. انا خدت وظيفه على اني جيولوجي وابتديت ابص على الصور بتاعه القمر لاول مره في حياتي، مدارس ما شفتهاش ابدا، تعلمت انا ليه، لان انا اتعلمت في الجامعه لحد ما خدت الدكتوراه اتعلمت اعلم نفسي ازاي، وابتديت ابص عليها وادرسها وافصصها، وبعدين بعد ما فصصتهم كلهم جميع الصور بنفسي قعدت ادرسهم كده 4 أشهر من غير ما اكلم حد ولا اشوف حد خالص، 4 أشهر لما درست الصور دي وحطيت لي ورقه صغيره كده اكتب فيها الصور دي ايه، كانوا 4322 صوره حافظهم تمام عارفهم كويس خالص، لحد انا ما عرفت القصه دي. انا بقى عشان ما توقفش انا سالت نفسي، ناسا دي عايزه جيولوجيين ليه؟ عشان يختاروا مواقع دراسات القمر، مواقع الهبوط دي يعني ايه؟ يعني اماكن سالمه يقدروا ينزلوا فيها ولازم يبقى فيها حاجه علميه مثيره عشان يجيبوا منها صخور. فسالت نفسي لو احنا عايزين نروح القمر وناخد عينات من جميع تضاريس القمر نروح فين؟ لقيت ان في 16 موقع على سطح القمر لو رحنا لهم يبقى درسنا جميع انواع التضاريس على سطح القمر، وابتديت اقول لهم هذا الكلام، وزمايلي نفسهم الجيولوجيين هم اللي بدا احترامهم ليا ومشيت الحكايه ووصلت اللي وصلت. وهنا كان من المساهمه الاساسيه لحضرتك اختراع او اقتراح او تحديد اماكن الهبوط اللي ممكن تتم لاول سفينه فضاء. ده جه من ايه؟ مش انا متعلم على الحكايه دي ولا انا دارسها ولا كذا، يعني لما كانوا بيسالوني بيقولوا انت مين كان الاستاذ بتاعك رواد الفضاء؟ قال لهم مش هتعرفوه يعني، لا 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 انت درست عند مين؟ عند كوبر من الفلكيين الكبار الاسامي الكبيره بتاعتهم؟ اقول له لا لا مش هتعرفوه، بيقول لي مين يعني درست مع مين؟ اقول له مش هتعرف راجل اسمه قال لي تخصص كان في جامعه ايه؟ قلت له في جامعه ميزوري، قال تخصص ايه ده؟ قلت له جيولوجيا اقتصاديه، قال لي جيولوجيا اقتصاديه يعني ايه؟ الدكتوراه بتاعتك كانت على ايه؟ ده واحنا قاعدين مع رواد الفضاء في نص المشروع. قلت له الدكتوره بتاعتك على الرصاص والزنك في جنوب شرق ميزوري. قالوا الرصاص والزنك وانت اللي بتخضر لنا مواقع انت متخصص في الرصاص والزنك في ميزوري؟ وقعدوا يضحكوا علي يعني ما كانش يعني. اسمح لي يا دكتور بعد الاستراحه الاعلانيه معانا تليفونات كتير تحب ان يتكلم مع حضرتك، تابعونا بعد الاستراحه مع الدكتور فاروق الباز على الهواء مباشره. يا عبد الله واستعين به دينه واحد، لا يا عبد الله ولا استعين به ادي اثنين، يا عبد الله ويستعين بغيره ادي ثلاثة، والرابع بقى يستعين بالله ولا يعبده. حديث مباشر من القلب الى القلب في شؤون الدنيا والدين مع الشيخ خالد الجندي. اذا الايمان ضاع فلا امانه ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، ده حقيقه. انه لقران كريم كل ثلاثاء واربعاء 7:30 مساء على قناه الصفوه.
شركة وكيلات الجزيرة للسيارات، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات فورد ولينكولن بالمملكة. رافائيلو، طعم جديد لا يقاوم، حبة لوز مقرمشة بالكريمة الغنية مع رشات جوز الهند الفاخر، مذاق رائع لا يمكن إخفاؤه. رافائيلو، وهل يخفى القمر؟ إليكم التركيبة الجديدة المطورة من حليب أنكر المدعم بالكالسيوم، الحديد والفيتامينات ليساعد على بناء ونمو عقل نشيط، جسم صحي وعظام قوية لأطفالكم. حليب أنكر الجديد يبني أجسام أطفالكم. لمواصلة الحوار حول الاكتشافات الفضاء، بس الأهم من اكتشافات الفضاء أسلوب التفكير العلمي الذي أوصل ضيفنا وضيفكم الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن إلى ما وصل إليه من تطور علمي. كيف يمكن أن يكون العقل العلمي سبيلا إلى الإصلاح؟ إصلاح العلم والإصلاح العلمي هو الطريق لنهضة الشعوب. معي أسئلة كثيرة جدا رغم أن احنا لم نستكمل بعد الحوار. أبدأ بالأخ ممدوح، تفضل. ألو أستاذ ممدوح، حضرتك معنا؟ معنا الأستاذ عمرو. طيب تفضل. ألو، مساء الخير. مساء النور يا فن. مساء الخير يا أستاذ عماد. مساء النور سيدي. سيادة الدكتور، أهلا بحضرتك. أنا عندي سؤالين بعد إذن حضرتك، بس وعايز إيضاح من حضرتك واضح خصوصا في قضية الإصلاح وعشقك اللي هو الصحراء الغربية. طب أنا بس عايز أتوقف قدام حاجة. فضل. حضرتك قلت إيضاح واضح. آه، في إيضاح واضح وفي إيضاح مش واضح. آه، في إيضاح ساعات بيبقى كده نص نص يعني. طيب واضح. أوكي تفضل. عايز إيه يعني الصحراء الغربية؟ لا هيبتدي يسأل هو. تفضل أستاذ عمرو. بخصوص موضوع الإصلاح، إن زي نحن نوصل للتارجت بتاعنا أو الهدف بتاعنا، للأسف الإدارة اللي قايمة على هذا الإصلاح لا تؤمن بالإصلاح، فهنكمل إزاي؟ عايز روشتة بتاعت حضرتك، الناس دي إزاي تفهم يعني إصلاح، إزاي يعني نفهم نوصل للتارجت بتاعنا مظبوط، لكن كل اللي بتقوله كلام سليم لكن ما فيش حد بيوصله، لا أحد يعبر هذا الكلام من أوله لآخره. يبقى الإصلاح يكون فين؟ هل في الإدارة اللي بتدير هذا الكلام عشان نقدر نوصل للإصلاح السليم، ولا إن إحنا نفضل قاعدين كده حاطين إيدنا على خدنا ونفضل نقول لازم نعمل كذا ونعمل كذا ومفيش حد بيعمل حاجة؟ هي دي النقطة اللي عايز أوضحها من حضرتك فعلا. الجزء الثاني بتاع الصحراء الغربية، عايز أعرف فعلا الصحراء الغربية فيها مية؟ هل الأقمار الصناعية بتقدر تقيس كميات المية الموجودة عن طريق الساتلايت؟ هل بنقدر ان احنا نجيب الاعماق بتاعتها قد ايه؟ وفعلا نفسي اعرف الانفورميشن ديت من حضرتك. شكرا. بالنسبه للاصلاح، هو كان فيه غياب في العالم العربي، كنا بنتكلم مع الاستاذ عماد قبل ما نبتدي، كان فيه غياب لمده طويله جدا في العالم العربي على وجه العموم عن ايه اللي حاصل دلوقتي وايه اللي ممكن يتعمل، وهل احنا عندنا حاجه وحشه؟ ابدا، احنا كل حاجه ماشيه كويس خالص. دلوقتي خلاص بان لكل الناس على جميع المستويات ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه مسدود ولن يصلنا الى ما نبغي الوصول اليه. معنى ذلك ان جميع المستويات وخاصه على مستوى الشعب ومستوى عامة الناس تعرفين تمام ان ده غلط وان لازم نصلح. الحكومات كانت ايديها يعني مربوطه لأشياء عديدة جدا، لأن عندهم أولويات أخرى، عايزين يأكلوا الناس، عايزين يعملوا كذا، عايزين يصلحوا حاجات تعليم، عايزين يصلحوا واحدة واحدة. إنما دلوقتي بدأت الحكومات نفسها على جميع المستويات، على جميع رئيس الدولة والرئيس كذا، أنهم يقولوا أيوة ده حصل اللي ما حصل، بس إحنا لازم نصلح. فدلوقتي في يعني شبه إجماع على أنه لابد أن يكون هناك إصلاح. وإنت لو شفت الورقة بتاعت مصر عشان مؤتمر القمة العربية كلها إصلاح، وواحد اثنين وإصلاح فيه 1 2 3 4
والحاجات المهمة جدا اللي منها مثلا بتاع حقوق المرأة والكلام ده وارد. فده معناه انه الاصلاح دلوقتي ورد وفيه آلية هنبتدي نفكر فيه. نمرة 2 بالنسبة للصحراء الغربية. أيوة الصحراء الغربية الأماكن اللي فيها رمال بنسبة كبيرة جدا من الرملة دي كانت بتبقى فيها أماكن كتيرة مية كتيرة جدا. الرملة نفسها جت بنتيجة لسريان المياه على السطح في أنهار واتحبست في برك. البرك دي اللي جمعت فيها المية وجابت فيها التراب والرمل لما المناخ تغير ابتدت المية تجف والهواء يجي يعيد من تشكيل الترسيبات دي على شكل كثبان رملية. لكن في الوقت اللي كانت المية فيه قابعة على سطح الصحراء كان جزء كبير منها بيتسرب في الصخور التحتية. معنى ذلك أن الأراضي اللي فيها مية الرمال الكثيرة تحتها مية كثيرة جدا. الصورة الفضائية لا توضح لك لا العمق بتاع المية دي ولا كمية المية دي لازم تحفر لها الأبار. فمعنى ذلك إيه؟ إن أيوة عندنا خزان مية جوفية في الصحراء الغربية. المية دي كانت بتأتي إلى أين في أرضنا دي في أيام العصور المطيرة. معنى ذلك إنها في الغالب لا تتجدد ولازم نستخدمها بحكمة وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول كميتها دي إلا بعد ما نحفر الأبار. وفي المناطق اللي بنحفر فيها الأبار بنلاقي مية بتكفينا 100 سنة 200 سنة هايل. أنا معي على الهاتف الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الأسكندرية وأحد أهم العقول التي تؤمن بالعلم في عالمنا العرب هو أحد أصدقاء حضرتك. دكتور إسماعيل مساء الخير سيدي أهلا بحضرتك. أهلا أهلا سيدي عماد أهلا وسهلا. دكتور فاروق أهلا بك. أهلا إسماعيل. دكتور إسماعيل الدكتور فاروق بينبهنا إلى نقطة أعتقد أنها من الأمور اللي بتشغل حضرتك وهي فكرة الإصلاح العلمي وهو جانب لا يتطرق إليه يعني كثير من الناس وحضرتك في مكتبة اسكندرية كنت تستضيفوا مؤتمر للإصلاح في عالمنا العربي. إلى أي حد فكرة الإصلاح العلمي هي دعوة يجب أن يتم تبنيها؟ والله ده بالضبط السؤال اللي كنت عايز أسأله دكتور فاروق. فلو تسمح لي طبعا فضل. لا شك أن احنا اجتمعنا ممثلي المجتمع المدني العربي وطلعنا وثيقة الإسكندرية مطالبة بالإصلاح في أوجه عديدة وطبعا من الأوجه المهمة جدا قضية التعليم. وعقدنا مؤتمرات سابقة حول قضية تعليم العلم والرياضيات في العصر الحديث. فالدكتور فاروق من شوية كان بيقول ان هو رسالته كانت على الزنك في أرض ميزوري وبيشتغل على الفضاء إلى آخره ولورد ماي رئيس الأكاديمية البريطانية كان في يوم ما في أستاذ فيزيكس ثم تحول إلى الإيكولوجي وأنا نفسي اشتغلت في ميادين كثيرة. وأصبح النهاردة التداخل ما بين المفاهيم التقليدية بتاعت الكيمياء والفيزياء والعلوم الحياة اختفت في بايو كيمستري وجينيتيك موليكولار جينيتكس وغير ذلك. فالحقيقة احنا في حاجة إلى تغيير هذه المفاهيم وثورة حقيقية في تعليم العلوم وتعلم التعلم. والدكتور فاروق الحقيقة من الناس دايما قدروا يجددوا مش بس في شغله اللي بيتكلم فيه عن الصحراء والمية إنما أيضا في شغله في أمريكا كأستاذ وكمدرب لأجيال كاملة من العلماء. إحنا في حاجة إن إحنا نعرف رأي الدكتور فاروق في أين نبدأ من حيث إعادة هيكلة مفهوم تعليم العلم نفسه حتى يتواكب مع الثورة اللي إحنا بنعيشها النهاردة في القرن 21. شكرا دكتور إسماعيل سؤال مهم تفضل سيدي. شكرا إسماعيل. أولا أهنيك على المؤتمر بتاع الإصلاح ده كان كويس جدا. كان عندي جواسيس كتير في المؤتمر كانوا بيكلموني كل يوم على اللي بيحصل هناك وكنت مبسوط جدا على النتائج بتاعته. في الحقيقة سؤال وجيه جدا لأن احنا ما فيش مرحلة واحدة نقدر نقول إن هي المرحلة دي اللي نبتدي بيها. احنا لابد إن احنا نبتدي في عدة مراحل. يعني أنا في نظري المرحلة الأساسية هي وهو الطفل وهو لسه صغير خالص من 3 ل 8 طريقة التعليم بتاعتنا ايه وطريقة ان احنا ندعم الطفل او الطفلة بانهم يعرفوا ايه. لاننا يعني حتى حاجة اساسية جدا ان احنا في العلوم كنا بنفتكر ان البنات مش زي الصبيان لان الصبيان احسن قوي في الرياضيات يبقى هم كويسين خالص. اتضح لي انا شخصيا ان العكس صحيح
والطالبات هم ممكن جدا يتفوقوا على الطلبة، فإذا ادلهم الفرصة يفهموا نفس بنفس الطريقة ويعملوا نفس الكلام. معنى ذلك أننا لازم أخذ مراحل التعليم في الابتدائي والثانوي والإعدادي والثانوي والجامعي كلهم دول لازم أنا أدخل فيهم الإصلاح ده خطوة بخطوة في واحدة منهم، ولكن لابد أن يشمل جميع المراحل. فأنا عندي الإصلاح عشان ندي الناس الفكر عن الطريقة العلمية، أنا عارفك أنت بتتكلم على الطريقة العلمية في الفهم والفكر، لابد أن أنا أشارك في يعني أدخل الفكرة دي من الصغر ولحد داخل الجامعة في نظري. ننتقل إلى الأخ ممدوح، تفضل. مساء الخير سيد عماد. مساء النور سيد عماد. الخير دكتور فاروق. مساء الخير. الحقيقة أنا كنت في إحدى الدول الأوروبية وكان في ديبيت على النزول على سطح القمر، وكانت الآراء بتتجه إن ما كانش في نزول على سطح القمر، فهل هذا صحيح؟ وكانت الحجة بتاعة المتحدثين إن الفلاج اللي نزل اللي اتحط على سطح القمر اللي كان بجوار الأسترونوتس كان ويفينج، فقيل ان الويفينج بتاع الفلاج ده كان سبب الانجن بتاع السبيس شيب، فهل هذا صحيح؟ فيعني يعني اوت اوف كيوريوزيتي، يعني ما حصلش هبوط على سطح القمر خالص؟ ما في ده، في كتب طالعه كده يا راجل حرام عليك، في ناس بتتكلم تقول هذا الكلام انه ده كله تخريف. يعني اللي حصل الهبوط على سطح القمر في 6 مواقع، والرواد الفضاء جابوا العينات، وما كانش قيل انه المعلومات بتاعتنا اللي احنا على عرفناها على سطح القمر والفرق ما بين صخور الارض وصخور القمر والعلماء اللي كتبوا الحاجات دي كلها، ما كانش ده، لو كانت كلها قصه خياليه ولا بتاعت من بتوع السينما بتوع الامريكان ما كانش الكلام ده كله يطلع، وما كانش العلماء، ما فيش، لو كانت هي كلها معموله عشان يعني تخيلات ما كانش العلماء قالوا الكلام اللي قالوه. يعني الهبوط على سطح القمر صحيح، نزلوا على 6 مواقع جابوا لنا عينات 841 رطل من الصخور القمرية ودرسناها وعرفنا ايه الفرق ما بين الصخور دي والصخور دي، والكلام اللي انت بتسمعه ده كله تخريف. طب سيدي، ممكن حد من شبابنا يسأل ليه الامريكان تحديدا اكتر من غيرهم عايزين يكتشفوا الفضاء، يصعدوا للقمر؟ الان الابحاث محمومة بالنسبة للمريخ، ما الفائدة وما هو ما هي الجدوى لكل هذه الميزانيات التي تنفق من حساب دفع الضرائب الأمريكية؟ ده السؤال الجذري دي منبع كلام بتاعنا بتاع النهاردة ده كله في القصة دي. ليه؟ لا، في حقيقة الأمر، برنامج الفضاء الأمريكاني ما طلعش، ما ابتداش عشان يجيبوا شوية عينات من الطوب من القمر. يعني احنا كان بيطلع روحنا لما نقعد نكلم المهندسين عشان ناخد عينات من سطح القمر يقول لك اسمع انت، هو البرنامج بتاعنا رئيس الدولة قال البرنامج ان احنا في 10 سنوات دي لازم نوصل الانسان للقمر ونعيده حيا. الكلام اللي اتقال ما اتقالش ونرجع شوية طوب من السطح من القمر، ما فيش، مش لازمة دي، فنخليها ياخد عينة كده وعلى الماشي ونمشي، لان احنا مش في مش يعني مش مفروض علينا ان احنا نرجع عينة من القمر، احنا نودي الانسان ونرجعه حيا وبس. يعني ما كانش البرنامج اساسا عشان الشغل بتاعنا احنا اطلاقا، لكن كان معمول عشان رفع مستوى العلم والتكنولوجيا في بلدهم. انت فاكر ان الاتحاد السوفيتي كان عنده مشروع فضائي، والاتحاد السوفيتي بعت سبوتنيك في اكتوبر 57، والامريكا تبهدلت، احنا فين؟ الروس هيسبقونا؟ فين العلماء والتكنولوجيين بتوعنا؟ فين يعملوا كده، يعملوا برنامج مدني عشان يرفع من مستوى الناس والمهندسين والتعليم وكذا. عملت ايه ناسا؟ عملوا 5 مراكز في حتت مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية عشان يستفيد الناس في أمريكا كلها. الفلوس اللي كانت بتصرف في الأبحاث كانت بتفرق على الجامعات. إحنا جيولوجيين بتوع الناسا كان عندنا 126 برنامج في 126 جامعة بنديلهم من فلوس ناسا عشان واحد أستاذ كبير حوالي شوية أستاذ صغيرين ومدرسين مساعدين وطلبة أبحاث بيشتغلوا معاه في 126 جامعة. ده اللي بيرفع من مستوى العلم والتكنولوجيا في البلد اساسا، معمول عشان كده. اضافه الى ذلك كان في مكتب في ناسا مكتب مخصص لتطبيقات التكنولوجيا اللي بتيجي من ابحاث بتاعت ناسا، الابحاث بتاعت ناسا في مراكزها او الابحاث بتاعت ناسا في الجامعات اللي بتصرف عليها ناسا. كل ما واحد يخلص حاجه يروح باعت ملخص للمكتب ده، المكتب ده ياخد الملخصات دي وينشروها عشان يمكن ان يستفيد منه القطاع الخاص. فانت تجد انت عندك حاجات كتير جدا احنا بنستخدمها النهارده هنا في مصر
واحنا مش عارفين ان مصدرها هو مشروع الفضاء القمري، مشروع الفضاء بتاع دراسة القمر. يعني انت عارف السلطانية اللي احنا بنقلي فيها البيض في البيت دي بتاع التفال من غير زبدة، التفال ده جزء بتاع القمر. السراير اللي ما السراير الشبابيك اللي ما بتحرقش ده جزء من القمر، لانه كانوا بيعملوا ملابس للرواد الفضاء عشان ما تتحرقش. الفاكس اللي احنا عندنا في البيت ده بنوصل البيت والمكتب، الفاكس الصغير ده كان هو ده طالع من مشروع الفضاء. كنا بنعمل الفاكس ده كان مكنة بتوصل كلام من هيوستن لواشنطن، وكان اول فاكس 8 قدم في 12 قدم في 3 قدم، وجججج حط خرم صغير كده حط فيه الورقه تطلع من الناحيه الثانيه بعد 10 دقائق وتطلع رمادي يا دوب نفكر فيها الخط. التطور ونصغر وتعمل وشده. الكلام اللي احنا بنتكلمه لله المسموع على كل مكان في العالم النهارده، كلامنا انا وانت المسموع ده عبر ايه؟ عبر الاقمار الصناعيه. ايه الاقمار الصناعيه دي؟ حاجات كانت معموله عشان الاتصال ما بين المركز بتاع الفضاء والرواد والرحله. يعني احنا دلوقتي كلامنا اللي واصل للعالم العالم ده نتيجه لرحله ابولو للقمر، لان كنا عايزين وسيله اتصالات، والوسيله الوحيده انك تعمل اقمار صناعيه توصل الاتصالات. فاحنا بنشوف النتيجه النهائيه، لكن ما بنركز ان كل الامور الصناعات المغذيه او الابحاث المكمله لهذا المشروع هي في النهايه هي الفائده الحقيقيه، باي برودكت يعني والفائده الحقيقيه هي دي الفائده الحقيقيه. اضافه لانك بترفع من مستوى الناس وبترفع من معنوياتهم وبترفع من شانهم، لان بعد شركات ابولو انا في نظري ان مشروع ابولو كان السبب الاساسي والخطوه الاولى في انحدار الاتحاد السوفيتي، انهيار الاتحاد السوفيتي. ليه؟ لانه الامريكان شعروا انهم كويسين قوي والسوفيات ادركوا هو التكنولوجيا اللي بينهم وبينهم، والناس ابتدوا يقولوا شوف امريكا هي فيها التكنولوجيا، والامريكا تعظمت وتعظمت وتعظمت وهي خدت الجو نتيجه للعمليه دي. معانا الاخ هاني، تفضل. الو، مساء الخير، تفضل استاذ. مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك يا دكتور فاروق. الله يكرمك، اهلا بك. انا لي الشرف ان انا اتحدث معك. اكرمك الله. انا عندي تعليق بس اتمنى اعرف رايك عنه. تفضل. نحن يا دكتور في عندنا ازمه صدق نيه في تطوير اساليب التعليم في جميع دولنا العربيه، كذلك في برامج الجهات الحكوميه المسؤوله عن التعليم خاصة التعليم العالي اللي فقط تهتم بمؤتمرات وأوراق عمل تملأ مجلدات آلاف الكيلومترات على مدى عقود من الزمن، أوراق عمل لا يتم عمل ما يكتب فيها، وجوائز مالية لا تكفي لإنجاز علمي له القيمة في المدى البعيد. أستاذ هاني أكره مقاطعتك، ولكن الاستراحة الإعلانية كن كريما واستمر معايا بعد الاستراحة لو سمحت. شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات فورد ولينكولن بالمملكة. على الهواء كل أسبوع نطرح قضية، كل أسبوع نطرح ملف،
ليس فقط للنقاش ولكن للاستفتاء. يسود العالم العربي الآن حادث الإصلاح. هل تعتقد الإصلاح يمكن أن يكون مصدره خارجياً، أن يكون نابعاً من الداخل؟ الإصلاح لا جنسية له. استفتاءات برنامج على الهواء فرصة نادرة لكم لكي تقولوا وجهة نظركم. اتصل وشارك. من السعودية، من الإمارات، من البحرين، من مصر، من لبنان، من باقي أنحاء العالم. شاركونا، عبروا عن رأيكم دون حذف، دون رقابة. قولوا نعم، قولوا لا، المهم أن تقولوا وجهة نظركم. على الهواء الثلاثاء 6 أبريل 6 مساء على قناة الصفوة. يستمر الحوار حول الإصلاح العلمي والوصول بأفاق التفكير العلمي إلى ما وصل إليه ضيفنا، وهو المساعدة في اكتشاف الفضاء ضمن فريق من مشترك من العقول العلمية. ضيفنا وضيفكم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن. قبل الاستراحة كان الأستاذ هاني يطرح سؤال حول ما يعتقد أنه أزمة صدق في تصور في تطوير أساليب التعليم. تفضل أستاذ هاني. أهلا يا دكتور. تفضل دكتور. أنا أتكلم معك بلسان ملايين الشباب العربي، أنا أتكلم معك بصراحة. يعني نحن جيل شاب عربي محبط، محبط تماما، خاصة في الظروف اللي نمر بها الآن، من الإصرار إنه الإصلاح والتطوير يمر عبر مؤتمرات وجلسات وورش عمل ومراحل ولجان بيروقراطية تصر على التأجيل والتأجيل والتأجيل. يعني أنا أعطيك مثال، الآن كثير من شركات الكمبيوتر في أمريكا أصبحت تصنع شرائح السيليكون في إسرائيل وتستوردها من إسرائيل. إسرائيل عمرها تقريبا 45 سنة الصناعة فيها، يعني صناعة التكنولوجيا فيها، لكن نحن للأسف نحن مصرين إنه نعمل مؤتمرات ونعمل خطط وما شفنا شيء يطبق منها أبدا. يعني اللنية إنه يصلح واللنية إنه هو يطور المفروض يعني يكون جدي، وما في داعي للخطط اللي زمنها 20-30 سنة. يعني المفروض إذا كان في تطوير ممكن يحدث في شهر في شهرين، يعني تغيير مناهج التعليم. أنا أقول لك نحن عندنا هنا في السعودية أصبح تطوير التعليم إنه إضافة مناهج حتى على المرحلة الابتدائية. يعني طالب في المرحلة الابتدائية يشيل على كتفه 15 كتاب، والمشكلة إنه فيها تضارب، يعني حتى المناهج تطويرها بيعمل تضارب بين المنهج الجديد والمنهج القديم، والطالب بيدرس الاثنين سوا. فأنا أبغى تعليقك، يعني هل فعلا في دليل أنت لمسته أنه في فعلا نية لتطوير تعليمنا المزري؟ وفي هذا السؤال. والسؤال الثاني، يعني أصبحت النظرة للعالم العربي مجرد أنه افتخار. يعني أنا الصورة اللي جات في بداية الحلقة، آلاف الآلاف من الطلبة في الجامعة استقبلوا سعادتك وزي كده، لكن كلامهم إنه كان نحن نفتخر ونحن نقول للأمريكان إن نحن عندنا علماء. طبعا مو هذه، خلاص نحن شبعنا من هذا الكلام. يعني أنا أعطيك مثال تاني، في ممثلة للأسف إنها مصرية في مجلة بتطلب من العالم أحمد زويل إنه هو يتجه للتمثيل. يعني فعلا نحن وصلنا لحالة من المهزلة.
المهزلة، وما عندنا وقت نحن اللي يبغى يطور. يعني نحن من سنين كنا نسمع القرن العشرين، والآن صرنا نسمع القرن الواحد والعشرين، وإذا استمرينا في حكاية المؤتمرات والكلام الفاضي والجوائز اللي لا تودي ولا تجيب وجوائز للموهوبين، يعني لا ما منها أي مردود. شكرا لك. تفضل. شوف يا أخي هاني، نمرة واحد، احنا شاكرين لك لكلامك لأنك أنت من الشباب، والشباب مهم جدا. بس لازم أذكرك أنك اوعى تقول أن أنت فشلنا في الوقت اللي أنت فيه ده، وأنت تقول أنك محبط. اوعى الإحباط، ما يأخذك إلا الإحباط، لأنه لابد أنك تجاهد في سبيل العلم وفي سبيل المعرفة وسبيل التقدم وفي سبيل النفع العام. ده هو الجهاد الحقيقي. معنى الكلام ده إيه؟ أنك أنت لابد أن يكون عندك فكرة في المستقبل أحسن، وحتى لو الحكومات خربانة، وحتى لو كان الشغل بتاع في السياسات مش كويسة، وحتى لو كنت مش شايف أمل عن قريب، لابد أنك يبقى عندك أمل بريق في المستقبل، أن أنت لأنك أنت وجيلك اللي هيصلح. الجيل بتاعنا هو اللي فشل فشل ذريع، وعرفنا أن احنا فشلنا بالكلام اللي كنا بنقوله والنظرات، وكنا بنقول ان احنا هنعمل وحده عربيه كامله وهنبقى دوله واحده وهنعمل كذا، وما عملناش ولا حاجه. معنى ذلك انه الجيل اللي جاي اللي انت وزمايلك هم اللي يقدروا يعملوا. لما انت تشوف الحكومات بتلبخ، وارد تقول انها بتلبخ وتحاول انك تصلح، واللي تقدر تصلحه صلحه. يعني لازم تقول ان انا عندي العزم اني اصلح ما يمكن اصلاحه، وفي نفس الوقت إذا ما عرفتش تصلح تمشي في الطريق لحد ما توصل لعند ما تعرف تصلح. ليه؟ لأن البلد دي بلدك، والشعب ده شعبك، والبلد واللي انت فيها دي الخيبة اللي احنا فيها خيبتك. معناها ان احنا لازم نصلح الخيبة دي، وما نقولش ان الحاجات اللي بتحصل كلها وحشة. انت بتقول بلاش جوائز للموهوبين، لا، جوائز للموهوبين كويسة خالص، لأن ده بيدعم الفكر وبيدعم واحد يكون صاحي شوية وعمل حاجة كويسة، اديله دعمه معلش عشان يمكن يعمل أحسن، ويمكن زمايله لما يشوف هو بياخد جايزة لو عمل حاجة كويسة يمكن يعمله زيه. انت بتعتبرها حاجة كلام فاضي حكاية الجوائز وكذا، مع أنها لا، ترفع المعنويات، ورفع المعنويات ده مهم. انت بتقول البنت اللي قالت ان فاروق الباز ده بيخلينا نقول ان احنا عندنا من زينا زيهم، ده كلام كويس، لان هي بنفسها هتشعر انها كده وتعمل احسن. معنى ذلك ان انت مش كل حاجه شايفها وحشه، في حاجات انت شايفها مش معتبرها مهمه، لكن هي حقيقه كويسه ومفيده. معنى ذلك ان انت خلي انت عندك الهمه انك تصلح ما يمكن اصلاحه، واذا لم تستطع ان تصلح اليوم هتصلح غدا. احنا فشلنا، انت لازم تنجح. معنا الأخت منى، تفضلي. ألو. طيب معنا الدكتور طارق، تفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. فرصة عظيمة أساسا طبعا الواحد يتكلم مع الدكتور فاروق. الله يكرمك. شكرا. الله يكرمك يا فندم. وأنا جات لي الظروف إن أنا برضو أنا خريج برضو جامعات في مصر، وجات الظروف إني رحت خلصت في أمريكا وقعدت حوالي 14 سنة ورجعت، وابتدينا تجربة جوه احدى الوزارات بشغل، وكان في تشجيع، وممكن نقول ان احنا عملنا حاجة تعتبر سنتر اوف اكسلنس الصراحة، يعني في منطقة الميدل ايست وبالامكانيات المتاحة، بس من خلال ناس يعني فعلا كانت مركزة انها عايز تعمل شغل كويس. المشكلة الحقيقية اللي انا بتصورها انه دلوقتي طبعا انا بتكلم عن مصر، يعني ان في الفترة الأخيرة في أماكن كتير جدا تم تحديثها وإنشائها وزودت بأحدث يعني latest line of technologies بقت available فيها. المشاكل اللي بتقابل الجهات دي طبعا حضرتك أكيد ممكن تبقى متصورها، مشاكل الكونتينيوتي في قضية التمويل بتاع مثل هذه المشاريع الكبيرة، وقضية انه للأسف الديلي روتين ورك اللي بنبتدي نشتغله بيبتدي يبعدك عن فكرة العمل البحثي وتطوير هذا المكان. ولما سيادتك تعتبر فرصة عظيمة ان سيادتك لما ذكرت التجربة الهندية اللي انا شخصيا يعني شغوف بها جدا، وفي برنامج زي الصراحة برنامج على الهواء اللي هو احنا عارفين ان هو يعني ليه درجة استماع عالية ومن يعني ناس كتير على مستويات عليا في اتخاذ القرار بتسمعه، ليه في مصر ما يتمش النظر لبعض هذه الأماكن
اللي فيها فعلا تم تحديثها في خلال العشرين سنة اللي فاتت، وتم ومزودة بباحثين اللي هما حضرتك عارف ان مصر احنا عندنا سكولز كتير جدا اللي بتعلم في امريكا وبتعلم في انجلترا وبتعلم في الاتحاد السوفيتي، فعندنا سكولز كتير جدا وعندنا علماء كويسين جدا، لكن المشاكل الاساسيه طبعا لا تخفى عن سيادتك ان ممكن تبقى الدخول منخفضه جدا، بحيث انه هؤلاء العلماء ما بيقدروش يديفوت كل التايم بتاعه للشغل، لان الراجل محتاج ان هو يعمل 6 او 7 او ميبي 10 تايمز الفلوس اللي بياخدها، الفلوس الافيلبل للريسيرش از اولموست نيكست تو ناثينج، وبالتالي الاعتماد الرئيسي بيبقى على التمويل الخارجي في شكل بروجكتس اجنبيه بتبقى يعني مش هنقول انها يعني ليها طبعا عائد علمي كويس، لكن مش هو انا عندي تصور يعني حاجه سيمبل كده، ليه ما يتمش كل السنترز اللي تم انشائها دي يتم تعمل سيرفي ليها وتنشا جهه تضم بعيد بقى عن وزاره البحث العلمي والمركز القومي للبحوث والسيستمز اللي فيها البيروقراسي العاديه بتاعتنا دي، ان الاماكن دي تنضم في جهه كده يتعمل لها زي مظله واحده وتبقى يعني حضرتك قصدك يعني تحرير مؤسسات البحث العلمي في مصر، تحريرها من البيروقراطيه. عماد بيه الحاجات اللي تم انشائها وتحديثها اخيرا واللي هي اصلا اغلب اللي بيشتغل فيها اولاد لسه صغيرين ولسه ما دخلوش بقى في ما وصلوش لحاله الاحباط والكلام اللي سيادتك عارفه. صح يا دكتور طارق، انا في نظري ان كلامك صح، في اماكن كثيره جدا ممكن تبقى احسن كثير جدا من الواقع اللي هي فيه لو كان فيها الدعم المالي الكافي، ليس هناك ما الدعم المالي الكافي مش موجود. انا احنا مع الدكتور مفيد شهاب تكلمنا عده مرات على ميزانيات البحث العلمي، والحقيقه الدكتور عمل ما يقدر يعمله وضاعف ميزانيه البحث العلمي في مصر، بس دي ما زالت عايزين نضاعفها مرتين تاني، معنى ذلك انه لسه هيحارب تاني وتالت عشان نجيب الفلوس اللي هي تخلينا على المستوى زينا زي الناس اللي هم عايزين يعملوا تقدم. معنى ذلك انه بتحصل تقدم، بتحصل يعني سماع للاراء، بيحصل ان في حاجات بتتحسن، وانت بنفسك زي ما قلت المراكز اللي انت بتعملها دي، انا في نظري ان المراكز دي لابد انها تمشي، ولابد ان يكون ان الاهل الناس اللي هم ماسكين المركز ده هم يقدروا يحاولوا يعملوا هم حاجهم. احنا انت لو انت في المركز ده مركز حكومي وكان كذا وانما كويس خالص والبنيه التحتيه بتاعته كويسه، بس ما عندوش ما يكفي من الميزانيات الابحاث اللي يعمل فيها اللي انت عايزه، حاول انت بطرق اخرى، حاول مع الناس، حاول مع قطاع خاص، حاول مع احنا المراكز البحثيه في الولايات المتحده الامريكيه بتعمل كده، ميزانيه الحكومه بتاعتها كده محدوده ما تكفيش، فيطلع يحارب في كل الدنيا على ما يلاقي اللي يكفيه للابحاث. فانا هو بس لازم العقل الرسمي ينطلق من نقطة أنه يعني عايزنا نشغل مركز حكومي عشان يخدم مثلا شركة كبيرة مثلا زي النساجون الشرقيون، دي شركة أهم شركة سجاد في مصر كويس وبتصدر في العالم. لأنه في أمريكا بيحصل كده، أنه ممكن يعني يحدث تعاون ما بين الجهة اللي بتاخد فند حكومي وتعمل للقطاع الخاص أبحاث تطوير وكده وتاخد منه دعم وفلوس وهي تطور نفسها وبتخدم القطاع الخاص، بس هناك نظرة لفكرة أنه كل ما هو قطاع خاص كأنه جهة تريد أن تسلب الدولة أو المجتمع. لا أبداً، والقطاع الخاص لما يكسب معلعين والرأس، ما القطاع الخاص لما يكسب هيزود الشغل بتاعه ويكسبنا، والقطاع الخاص عيب. طب بعد الاستراحة يستمر الحوار. كيف نستطيع أن نوحد بين المسلمين بفكرهم واتجاهاتهم، خاصة وأن الإسلام هو دين التوحيد وهو دين يريد للأمة؟ برنامج الندوة مع الدكتور محمود إبراهيم الديك، قضايا الفكر الإسلامي بما في ذلك الاجتهاد، الاختلاف والائتلاف بين الأئمة والمذاهب، بين الملل والنحل، بين النقل والعقل، حوار جاد ومفتوح بين فقهاء وباحثين وأكاديميين. الندوة كل خميس وجمعة إثر صلاة العصر على قناة الصفوة. We'll be right back.
شركة وكيلات الجزيرة للسيارات، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات فورد ولينكولن بالمملكة. شايفة بشرتي؟ صارت نقية 100%، والفضل لبيورزون. بيورزون الجديد، أول برنامج كامل لتنقية البشرة بثلاث خطوات من لوريال. بشرة دهنية؟ أكيد لا، مسامات مسدودة، باي باي، شوائب، قضيت عليهم. بيورزون ينقي بعمق، يشد المسام ويمنع الإفرازات الدهنية. السر في بيورزون إنه بنقي بشرتك على طول. شوفي بشرتي نقية ورح تضل هيك. بيورزون الجديد من لوريال باريس، لأنك تستحقيه. All those little things that I loved about her. Her hair, her eyes, her smile. None of them were real. Miranda, الجمعة في عرض الأول وحصري في الأوقات المحلية التالية على السوبر ماركت. نعود ونلتقي لمواصلة الحوار مع ضيفنا وضيفكم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن. قبل الاستراحة كان مازال معنا أسئلة كتير جدا. معنا الأخ عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأمة العربية تفخر بالدكتور فاروق، ونتمنى يكون كل العرب هم الدكتور فاروق الباز. أكرمك الله. شكرا. دكتور انا بس بكمل كلام الاخ هاني اللي اتصل من السعوديه. بما طبعا. انت دكتور يعني او تقول ان حاله الاحباط لابد ان نلغيها من الوجود او من 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 لكن الكلام اللي قاله الاخ هاني هو فعلا نبض الشارع العربي ككل من الخليج الى المحيط. مساله الامكانيات والقدرات عند الانسان العربي موجوده، ولكن القيود التي توضع امام الانسان العربي حتى يقدم شيء لا يوجد. المسألة ليست أنه لا يوجد، لكن المسألة أنه توضع العراقيل لا للتقدم العربي، لا للتطور العربي، لا للبحث العربي. الإمكانيات البشرية موجودة في العالم العربي، الإمكانيات المادية اللهم لك الحمد موجودة، العقول موجودة. إيش اللي أجبر يعني فخر الأمة العربية الدكتور فاروق الباز يذهب لأمريكا بحيث قدر وأصبح رئيسا لأحد مراكزها؟ يعني هل الأمة العربية عاجزة عن فعل هذا الشيء؟ طب هو بخير العزيز، بس أحيط لحضرتك معلومة أن الدكتور فاروق الباز كان مستشار للشؤون العلمية للرئيس المصري أنور السادات من 78 ل 81، فهو يعني أمته لم تلفظه، ولكن يمكن أحيانا بيبقى مفيد لو أنت حتى مثلا السويد أو سويسرا أنك تبتعث ناس لدول فيها تقدم في مجالات معينة أن ده يكون مفيد لك. لكن تفضل دكتور. لا في حقيقة الأمر هو ده، ويا أخي العزيز في الحقيقة هو لابد أن احنا نفكر على وجه العموم في كيف أن نحطم هذه القيود حتى فكريا، لان احنا ساعات يعني بنحط قيود حتى في فكرنا. بعض الناس في الحكومه نفسهم يعني بيخوف ان رئيس الدوله يزعل لو احنا عملنا كده، فبلاش نعمل كده، فبيحط قيود لنفسه. ودي حتى بتيجي للافراد، الولد يقول ما هيبقى في قيود عليا كذا، ولا البنت دول قيود عليا الام. فالواحد بنقيد انفسنا ولا لا نفكر في تحطيم هذه القيود. فانا معك، القيود كثيره جدا ومهملة، يعني مهمل الفكر فيها، ولابد أن احنا نفكر في تحطيم هذه القيود، كيف نتخلص من جزء من هذه القيود. عشان كده أنا قلت للأخ اللي تكلم قبل كده أن احنا لابد أن نحاول أن نصلح ما يمكن إصلاحه. ما يمكن إصلاحه ديا كيف نحطم بعض هذه القيود ولو تدريجيا، وكل واحد يحاول يحطم القيود اللي حواليه، هي اللي حوله هو يحاول تحطيمها شوية بشوية. معنى ذلك أن كل واحد مننا عمل كده نصل إلى الأحسن، ليس هناك من شك. معنا الأخت شيرين، تفضلي. هلو، مساء الخير. مساء النور سيد. مساء الخير دكتور فاروق، أنا فخورة أن أنا بكلم حضرتك. شكرا. أنا يعني بكلم عن تجربة، يعني العالم كله بيتكلم، ومصر والحكومات والجامعات بتتكلم عن البحث العلمي وتطور البحث العلمي. انا احدى الصف جامعه القمه في مصر كليه طب، ويعني ده من اكسبيرينس انا خدته في الجامعه، ان انا يعني لما جيت اعمل ماجستيري وعملت الدكتوراه بتاعي
البحث بتاعي ولا الماجستير ولا الدكتوراه كان بحث أنا بعمله، كان بحث أنا بقلد بيبرز من برة. حضرتك متخيل اللي احنا وصلناه؟ ولو الريزلت بتاعي ما وصلتش زي البيبر اللي هو أنا بقدم زيه، بحثي بيتلغي أو بيبدأ المشرفين يبدأوا having a second look على الموضوع ده، وإن ده مش بحث، لازم إن احنا نوصل نفس الريزلت زي ما هما وصلوا، وليس إن احنا وصلنا النيجاتيف ريزلت ده في حد ذاته إن هي ممكن تبقى اختلاف عيانين، اختلاف دواء، اختلاف إمكانيات، اختلاف طبيعة العيانين المصريين، حاجات مختلفة، ودي طبعا بتعمل إحباط. انتهت إن 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 خلاص ما بقاش في ثقة في حد، لدرجة ريسنتلي كنت بعمل برضو بحث عن بيبر وكان هيتقدم في مؤتمر كبير جدا في مصر، واتلغت برضو لأن ما وصلتش للريزلت اللي هو المفروض يتوصل فيه زي البيبر اللي متسجل بره. طب عشان الدكتور يلحق يجاوب على حضرتك. ايوه الاخت شيرين، في الحقيقه هو في يعني يصح جدا تكون الحاله دي، انا ما اعرفش التفاصيل بتاعتها، يصح جدا تكون في حالات يعني ملخبطه بهذا الشكل، لكن احنا في الاطار ده بنتكلم على الاطار العام اللي هو فيه النفع العام، وده الحاجات الفرديه دي اللي بتحصل، ممكن للباحث ان هو ما يكونش ناقل ولكن هو يكون له اجتهاده ومساهمته في البحث العلمي، دي فكره البحث. لا ما فيش شك اسمه باحث. ان انت لو كان في قانون بيقول هذا الكلام يبقى طبعا غلط 100%. انا لا يعني ما اعتبرش ان هو يعني ما صدقش ان في قانون بيقول ان الابحاث لازم تمشي مع الابحاث بتاعه القدامى وماشي بعدها. يعني في البحث العلمي كده، لما ابحث وطلع نتيجه مختلفه عن رئيسي او مختلفه عن كذا، انا ليا الحق ان البحث ده ينشر ويتكتب ويتكلم وكل شيء. شور طبعا. معنا صديق البرنامج القديم الدكتور محمد اسماعيل، بقى لنا كتير ما سمعنا الصوت. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك في العزيز دكتور فاروق باز. مساء الخير يا عماد بيه. اهلا بيك. انا ليا سؤالين دكتور فاروق. طب بسرعه عشان الوقت. السؤال الاولاني، انت عارف حضرتك يعني الواحد بياخد على اليابان ضربت قنبلتين ذريتين بعد 50 سنة، ابتدت أمريكا تحس إن هم مفوقين عنهم في الناحية العلمية، وابتدت تبعت ناس تروح عشان تشوف إزاي ما هم مفوقين عنهم. إيه السبب إن إحنا ما حصلناش التطور ده زي؟ طب عشان يلحق يجاوبك على السؤال الأولاني. في الحقيقة في اليابان كان أهم حاجة عندهم أما التأسيس على العلم. الاثنين حالتين مهمين جدا في اليابان وكوريا. عارفين ان هم متاخرين ومش هيعرفوا يمشوا الحكايه دي، خدوا كل ما عندهم من مال انهم يصلحوا التعليم ويوصلوا الى الولاد بتوعهم الى مرحله انهم يبقوا من احسن ما يمكن في التعليم العام باكمله، حتى يصلوا الى المستوى بتاع امريكا وانجلترا. وعملوا كده، الكورية عملتها الحقيقه في 7 سنين، اليابان عملتها في 12 سنه. فممكن ان انت لو غيرت التعليم من جذوره الغرض الاساسي بتاعك وتسيب كل حاجه ثانيه، ما تقدرش تصلح بقى شوارع ولا ميه ولا صرف ولا كذا، تخصص في التعليم وتصرف كل فلوسك في التعليم وترفع من مستوى الناس جميعا على جميع المراحل، ممكن يحصل. في نهايه هذه الحلقه اولا بعتذر للدكتور محمد اسماعيل مش هنلحق ناخد سؤاله الثاني. بشكر الدكتور فاروق الباز مدير مركز الابحاث بجامعه الفضاء بجامعه بوسطن. اهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. غدا يوم اخر تابعونا باذن الله.